البيروقراطية المتفشية، الإجراءات المتعطلة، والمصالح المتوقفة، مصطلحات اعتدنا سماعها عن شكل وطبيعة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة طيلة السنوات الماضية، على الرغم من زيادة عدد العاملين به عن 6 ملايين موظف. أسباب النمطية أو الروتين داخل الجهاز الإداري للدولة تتعدد، يأتي على رأسها غياب الرقابة الصارمة على سير العمل، بالإضافة إلى حاجة بعض التشريعات إلى التطوير، بجانب الوعي الفردي الذي أصبح ينتهز الفرصة للتحايل على القانون بغض النظر عن مصلحة المواطن. البعض أطلق مقترحات في سبيل القضاء على الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، يأتي على رأسها أن يكون لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري دور أكثر فعالية داخل المؤسسات بشتى الوسائل. ميكنة الخدمات في الوزارات والمرافق الخدمية اقتراح آخر من شأنه التقليل من حالة الترهل وسوء الأداء، ووضع حد لأسباب إفساد سير العمل لمصلحة شخصية، بجانب إسراع الخطوات وإنجاز الخدمات بمختلف أنواعها بين موظف وآخر، وورقة وإمضاء يطول الوقت داخل المصلحة الحكومية لإنجاز مهمة معينة إلى أن يكتب لك الانتهاء منها أو الانتظار حتى حين. وبات انتظار الهدف الأكبر هو الأهم، إصلاح المنظومة وإيقاف الفساد الإداري باعتباره العقبة الأولى في طريق التنمية.